دلوقتي نروح معاك كلية الأكاديمية الوطنية للتدريب، واللي اختتمت المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، واللي استمر على مدار 3 أيام متتالية بحضور عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية. النهاردة بنختتم ال3 أيام للمقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. والحقيقة أنا بشكر وجود الإعلام معنا في ال3 أيام دول لتغطية حدث مهم من أحداث الأكاديمية في أحدث مدارسها، مدرسة المرأة للقيادة. والحقيقة ال3 أيام كانوا ناجحين بمشاركة السادة وسيدات المختبرين أو القائمين على الرؤساء ورئيسات اللجان المقابلات الشخصية. والحقيقة هم أضافوا برضو للتجربة، سواء للمتقدمات يعني اجتازوا أو لم يصادفهم الحظ المرة دي، ونتمنى لهم إن شاء الله حظ أوفر في برنامج تاني أو في تقديم على الدفعة الجاية من نفس البرنامج. أقدر أقول من اللي شفته من أسلوب التقييم وأسلوب الانتقاء و المرشحات انه برنامج بدايته موفقه جدا، وان شاء الله يعني يسفر عن اختيار افضل العناصر وتاهيلها بشكل جيد جدا، بحيث ان يبقى عندنا قيادات ونساء قادره على التحمل وتولي المناصب القياديه في مصر، سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. وده حاجه مهمه جدا بنؤكد عليها، ان القطاع الخاص شريك كبير، وبالتالي حتى في المرشحات وفي الاختيار فكرة تأهيل القيادات للقطاع الخاص والقطاع الحكومي على قدم المساة، ونضمن الحياد التنافسي وندي أكبر دعم للقطاع الخاص برضو. دايما الأكاديمية الوطنية بتعمل برامج الحقيقة متقدمة جدا وفخر للبلد، هما بس مش مهتمين بالمرأة داخل مصر، لكن كمان بالمصريات بالخارج. لسه هما مخلصين برنامج المصريات بالخارج عشان الوصول برضو للمرأة المصرية اللي بتطلع تتعلم خارج البلد، وان هي ترجع مصر عشان تفيد بلدنا. شكرا الأكاديمية الوطنية على المجهود الرائع ده، وإن شاء الله برنامج المرأة تقود للتنفيذيات يبقى على مستوى عالي زي ما احنا متعودين من الأكاديمية الوطنية، وربنا مع كل المتقدمات إن شاء الله، ربنا يوفقهم. كان شرف ليا أن أنا أكون موجود النهاردة في الأكاديمية وعضو مجلس أمناء الأكاديمية. افتخر يعني، كان عندي فرح شديد وفخر بكل المتقدمات اللي أنا قابلتهم النهاردة، بيبين إزاي إن الست المصرية فعلا عندها روح القيادة. كان شيء جميل أكتر كمان إن أنا عندي سيدات موجودين من تخصصات مختلفة ومن محافظات مختلفة ومن أعمار مختلفة، إن دل على شيء يدل على ثراء هذه الدولة، وإن شاء الله نشوف دايماً الأكاديمية في تقدم. كانت عملية التقييم بصفة عامة هي عملية نمطية علشان نضمن عملية الحيادية ونمطية التقييم بالنسبة لكافة المتقدمات تباعا. وكانت عملية التقييم بتشمل سواء السمات الشخصية، السمات المرتبطة بالمهنة والعمل التي بتعمل بها المتقدمات، القدرة على ابتكار الحلول وما غيرها من قدرات في غاية الأهمية لمشاركة مختلف السيدات الفضليات في هذا البرنامج التدريبي. يعني بنتمنى التوفيق للمركز في هذا البرنامج الطيب، وأعتقد دي هتبقى بادرة طيبة، وقد تكون أيضا بادرة لتعاون مشترك مكمل للخريجات من هذا البرنامج ليحصلوا على برامج تدريبية يمكن مركزة ومكثفة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في المستقبل بعد ما يكونوا تخرجوا من هذا البرنامج. والله الخطوات كانت خطوات إيجابية جدا، المقابلة النهاردة كانت كويسة جدا، متعاونين يعني بيشجعونا. يعني أنا قدمت على البرنامج لأن أنا من أول ما الأكاديمية بدأت وبدأت البرنامج بتاع البرنامج الرئاسي كنا بنسمع عنه وكلنا حابين نشارك فيه، فلما يتعمل برنامج للمرأة مخصوص أكيد ده هيساعدنا بشكل أفضل في القيادة وفي المناصب الإدارية اللي احنا فيها. يعني طبيعة البرنامج يعني يؤهل المرأة للقيادة، ف نتيجة ان انا شفت زمايلي اوريدي خريجين PLP و EAPLP
برنامج أهلهم كتير وأثقل مهاراتهم بشكل كبير جداً وغير فيهم هما شخصياً بقى يعني بقى ده الطيب بتاع حياتهم كله بيطبق البرنامج عليه. فأعتقد أن البرنامج مش بس بيأهلك للقيادة، لا هو بيأهلك أنت كشخصياً لحياتك كلها في decision making عامة. يعني كون ان برنامج التنفيذيات مخصص للمرأة فقط فدي بالنسبة لنا يمكن نصرة، يمكن الزوم بتاعة المنافسة هتبقى أقل شوية. حابة برضو ان انا اكون من الناس المؤثرين في المكان. فكرة ان انت تفضل دلوقتي مستقبل للحاجات من حولك دون التأثير دي مش فكرة مرجحة بالنسبة لي. دايما لما بتتغير من مكان لمكان بتبقى نظرتك للكون او للحياة من حولك بتختلف. يعني حاجات اللي انا كنت شايفاها سلبيات قبل كده لما بتبقى في منصب اداري او منصب اعلى او حتى بتشوف ده من بدون المناصب يعني على سبيل التجربة، نظرتك ليه بتتغير، فكرتك ليه بتتغير، لا اراديا بدل ما تحس ان انت تجيب الناس وتوجهها، لا انت بقيت بجد بتتكلم وهم بيتأثروا بوجهة نظرك اوتوماتيكلي لطبيعة البشر يعني. فطبعا المكان هنا بيتيح ان انت تتغير كليا يعني. هذه المقابلات خاصة باختيار الأشخاص الأقدر والأكثر تأهلاً للمشاركة في هذه الدورة. على مدار 3 أيام شارك 360 من السيدات من الأعمار بداية من 20 عاماً وحتى 50 عاماً شاركوا في هذه المقابلات بعد عدد كبير من الاختبارات الذين اجتازوها بالفعل خلال الأيام السابقة بهدف بالطبع التأهل للمناصب القيادية المختلفة.